كان الوضع صعب شويه و كناش يعني حوار الاكل والشرب وطلوع بره، وكان في ضرب ورصاص وجو كده صعب جدا، والحمد لله احنا وصلنا على خير اهو الحمد لله. الله يسلم حضرتك. شكرا لمين؟ الجيش المصري طبعا، و ان احنا وصلنا بالسلامه الحمد لله اهم حاجه. بصراحه يعني بنشكر المجهود الكبير اللي عملته معانا القوات المسلحه، وربنا يطمنا على السودان واهل السودان الطيبين. تحيا مصر 100 مره مش 3 مرات يعني، وربنا يكرمكم. شكرا جدا. انا حقيقي بشكر القوات المسلحه وعلى راسها القائد العظيم اللي هو عايل هم ولاده في كل مكان. احنا بنشكره كتير جدا جدا، احنا تعبنا هناك لكن هو راعى هذا الكلام واختار الوقت المناسب ان هو يجيبنا فيه هنا في بلادنا العزيزه. وربنا ان شاء الله يسلم بلاد الدول العربيه كلها وخاصه دوله السودان. متشكرين جدا والله. في البدايه يعني هم تعاملوا معانا بشكل حكيم وعقلاني، يعني هم لغوا العاطفه، لان كان من الوارد ان هم يعني ينزلونا، بس كان في خطوره. احنا لما كنا بنيجي ننزل الشارع نجيب ميه او حاجه كنا بنخاف، ما كناش يعني كان من الصعب ان احنا ننزل الشارع اصلا. فهم لما اتيحت الفرصه حاليا وان الموضوع بقى فيه امان، او فيه ان فيه هيبقى فيه امان لينا اللي احنا ننزل، قالوا لنا اتفضلوا تعالوا لاقرب نقطه تكون امنه وبنعمل لكم الاجلاء. وحصل بالفعل ان هم جابوا لنا الطياره لحد المكان وركبنا واستقبلونا احسن استقبال الناس القوات المسلحه، يعني قاموا معانا كاننا في بيتنا، ما حسناش باي حاجه وتفضلوا كان والدي بيقول لي اتفضل وعصاير وكل، يعني كان انت في بيتك ما فيش اي حاجه. والحمد لله وصلنا لارض الوطن، يعني الحمد لله دي حاجه لوحدها يعني كفايه يعني. واحنا كنا من البدايه اصلا واثقين ان الجيش بتاعنا والدوله بتاعتنا قادره اللي هي ترجعنا مصر. شكرا يا سياده الرئيس اللي انت بتدعمنا واللي انت كنت متابع موضوعنا واستعجلت الموضوع وطلبت بسرعه اجلاء الطلاب المصريين، ويعني وان شاء الله اخواتنا اللي فاضلين هناك يجوا برضه وكله يجي امن ان شاء الله.